بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. وراح نتطرق اليوم في درسنا إلى أحد فروع مادة التربية الموسيقية، وهو فرع الإيقاعات الشعبية. ماذا شاهدنا في المقطع السابق؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. بالفعل هي مظاهر من الاحتفالات الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت. سمعنا الأغنية، إيش رأيكم نسمع الإيقاع المصاحب لها؟ والحين راح نتكلم عن الإيقاع اللي سمعناه والمطلوب منكم الإنصات والتركيز الجيد. جاءت هذه التسمية نسبة إلى وادي الدواسر، حيث يؤدى الإيقاع بالطار الشعبي والطبل البحري. هل استطعتم تخمين اسم الإيقاع؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، هو إيقاع الدوسري. ما هي الآلات المستخدمة في أداء الإيقاع؟ أحسنتم، الآلات المستخدمة هي الطار الشعبي والطبل البحري. والحين ننتقل لتحليل إيقاع الدوسري. أولا، ميزاننا ميزان رباعي بسيط وينطق 4 من 4. يتكون الميزان الموسيقي من بسط ومقام بدون شرطة الكسر كما هي موضحة بالصورة، ليدل البسط على عدد الوحدات والمقام على نوع الوحدة في ميزان الرباعي، وهي وحدة أنوار. أي في الميزان الرباعي نضع داخل كل مازورة 4 وحدات نوار أو ما يساويها من العلامات الإيقاعية. ثانياً، ضربة الدم، وهو النبر القوي، ويكون رأسها لأسفل وساقها لأعلى. ثالثا، ضربة التك، وهو النبر الضعيف، ويكون رأسها لأعلى وساقها لأسفل. رابعا، سكتة الكروش، وزمنها نص نوار وتكتب بهذا الشكل. خامسا، وهي سكتة النوار، وزمنها 1 نوار وتكتب بهذا الشكل. خلونا نشوف كيفية مسكة الطار بالشكل الصحيح وشلون نستخرج الدم والتك. خلونا نشوف كيفية مسكة الطبل البحري بالشكل الصحيح وشلون نستخرج الدم والتك.
شافت يا كويت احلف بالله يا كويت يا كويت يا كويت وكتاب الله يا كويت يا كويت يا كويت دودلت الدنيا ولفيت ما القى مثلك يا بلاد دودلت الدنيا ولفيت ما القى مثلك يا بلاد ما القى مثلك يا بلاد الله الله يا كويت يا كويت يا كويت الله الله يا كويت يا كويت يا كويت ديرة أهلي وأجدادي أبديك بروحي وأولادي يا ديرة أهلي وأجدادي أبديك بروحي وأولادي الكل يهتف لك وينادي الله يحفظك يا بلادي الكل يهتف لك وينادي الله يحفظك يا بلادي الله الله يا كويت الله يا كويت الله الله يا كويت الله يا كويت ايش رايكم نلعب لعبة مسلية؟ يلا معاي. خلونا الحين نحط الأشكال الإيقاعية اللي أداها الطار الشعبي والأشكال الإيقاعية اللي أداها الطبل البحري ونضعها في الصندوق المناسب. جاهزين؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من درس اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.